كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض طارة للعيد، هتبقى فكرة حلوة قوي لو عملناها وبدأنا ان احنا نعلقها في البيت، هتدينا كده بهجة وتحسسنا بفرحة العيد. وكمان لو مش عارفين نقدم العيدية ازاي، ممكن نحطها في الطارة دي وتبقى طريقة تقديم مختلفة. فيلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه الرسمه نفسها، لو هتعملي نفس الرسمه دي فانا هحط لكم 3 بطرونات، كل شكل مختلف عن التاني، يعني الخط فيه مختلف، فاختاروا اللي انتوا عايزينه وابداوا نفذوه. وده ان الخطوه اللي بعد كده، طب هننفذه ازاي؟ فانا عملت لكم الفيديو ده بشرح فيه الطريقه، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس. تاني حاجه، وايه هي الغرز؟ بالنسبة للخطوط الرفيعة دي فهي تعمل بغرز الخلفية او الباك ستيتش. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اولا كده هنعتبر ان دي نقطة ايه، ونبتدي ان احنا نطلع بالابرة، وبعد مسافة كده هنعتبر ان دي نقطة بي ونبدأ ندخل بالابرة. وبعد مسافة تاني هنعتبر ان دي نقطة سي ونبدأ نطلع بالابرة. فاكرين بقى نقطة بي دي هندخل فيها تاني. وبنبدأ نكرر الخطوات دي لحد ما نخلص الخط بتاعنا. وبالنسبة للبالونات دي فهي هتعمل بغرز الحشو، تعالوا برضو نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنعتبر ان في نقطتين قدام بعض وهنبتدي ان احنا نوصلهم ببعض. وتحت النقطتين اللي عملناهم هنعتبر ان في نقطتين كمان لازقين فيهم، ونبتدي برضو ان احنا نوصلهم ببعض. وبرضه بنفضل نكرر الخطوات دي لحد ما نخلص الرسم. طب وبالنسبة للشكل ده، الشكل ده هيتعمل بغرز الحشو عادي. فاضل اخر حاجة وهي الكتابة دي برضو هنعملها بغرز الحشو. وبس كده. بالنسبة بقى للقماش اللي كان حوالين الطارة ده، شلته ازاي؟ برضو نفس الكلام، عملت لكم الفيديو ده بشرح فيه الطريقة، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس. وبس كده احنا خلصنا، ما تنسوش بقى لو عجبتكم تجربوها، وباي باي.